أولاً الحكومة من أجل تمويل النفقات الاجتماعية المرتبطة بتعميم برنامج تيسير اللي يشمل أزيد من 2 مليون ديال التلاميذ المغاربة، أيضاً من أجل تمويل النفقات الإضافية لنظام المساعدة الطبية والمنح الجامعية والمنح ديال التكوين المهني، فضلاً عن زيادة في الأجور، فضلاً عن دعم القدرة الشرائية، لأن القنينة ديال الغاز البوطة والسكر والدقيق الميزانية الإجمالية أكثر من 17 مليار ديال الدرهم. في كل بوطة عندنا حوالي تقريبا 60 درهم ديال الدعم، المواطن كيشتريها بحوالي 40 درهم، ولكن راه في المقابل كاين 60 درهم أو أقل اللي كتمول من الميزانية العام. حنا ما بغيناش نقصوا القدرة الشرائية، لابد من الحفاظ عليها والدعم ديالها، ولهذا كان هذا لإجراء ديال تعزيز رفع ميزانية صندوق المقاصة ب4 المليار ديال الدرهم، ميزانية ديال التعليم أيضا ترفعت ب5 المليار ديال الدرهم، ميزانية ديال الصحة أيضا ترفعت بأزيد بحوالي 2 المليار ديال الدرهم. هاد الزيادات هذه من أين ستموال؟ جزء من التمويل مشينا للشركات اللي عندها أرباح كبيرة فوق 4 المليار ديال السنتيم، درنا واحد المساهمة تضامنية 2.5%، أتعطينا 2 مليار ديال الدرهم. الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة ديال التبغ أيضا درنا واحد المراجعة باش ندخلوا منا 1.8 مليار ديال الدرهم. وأيضا قلنا كاين بعض المؤسسات اللي يمكن لها تدخل المجال الاقتصادي التنافسي ونقوم بالخصصة ديالها، هذه تعطينا 1.6 مليار ديال الدرهم. هما دابا الان اللي درجنا حيت هي كاينه لائحه، هذه اللائحه فيها مؤسسات كثيره، اللي ضفنا اليوم في القانون مشروع القانون اللي غادي يمشي للبرلمان ضفنا مؤسستين، المحطه المحطه ديال تهدرت والفندق ديال المامونيه، على اساس ان هذه المداخل اللي تجينا 1.6 مليار ديال الدرهم بالاضافه للمداخل اللي تجينا من الشركات الكبرى اللي عندها ارباح كبيره، وجينا من ترشيد النفقات ديال المؤسسات العموميه لان حتى هو دخلناه كمصدر من المصادر ديال التمويل، هاد العائدات الخصوصه كلها، لان ماشي بالضروره هاد الشركات، لان راه كاين شركات اخرى. حنا فاش غادي نمشيو للعمليه ديال تنفيذ هاد الخصوصه كنتوقعوا ندخلوا 1.6 مليار ديال الدرهم، وهاد الدخل بالمقارنه مع عمليات الخصوصه اللي تمت في حكومه سابقه حكومه السي اليوسفي 24 مليار ديال الدرهم، اذا قارن 6 مع 24، الحكومه ديال السي جطو 48 مليار ديال الدرهم، قارن 6 مع 48، الحكومه ديال السي عباس الفاسي هي اللي تقريبا متقاربه مع هاد، هي والحكومه السي بن كيري اللي كانت في حدود ما تجاوزتش 8 مليار ديال الدرهم. فهاد النسبه هاد المورد اللي غادي يمكننا باش المديونيه ديال المغرب ما تزيدش بقاو متحكم فيها، واحد وجوج تمويل نفقات اجتماعيه، القدره الشرائيه للمغاربه ما توقعش زياده في الاسعار ديال البوطه ديال السكر ديال الدقيق المدعم، وفي نفس الوقت نديروا نفقات اجتماعيه لفائده الفئات الفقيره والهشه. شنو الفرق الماليه ديال ديالاش؟ هذا عند وزاره الاقتصاد الماليه اللي كدرس، خص الان حتى يصادق البرلمان على العمليه ديال الادراج ديالو، عاد وزاره الاقتصاد الماليه كتحدد القيمه الماليه.